ان انت بتفقد الحدث العالمي اللي هو الناس بتستناه كل 4 سنين كنت حتى كل سنتين اكيد اكيد طبعا. وهتبقى ضغط على اللاعبين كبير جدا جدا جدا، ضغط في رزنامة المباريات وجدول المباريات، هيبقى ضغط كبير جدا على اللاعبين، خاصة الأندية عايزة تستفيد من لاعبيها أغلب الوقت. فأنا أشوف إن هو النقطة الأبرز والأهم إن هو هيفقد الحدث قيمته، فأنا مع إن هو يفضل كل 4 سنين طبعا. طب ورأيك في السوبر الأفريقي يا كابتن وائل؟ السوبر ليج. السوبر هي مش عايز اقول هي فكره خبيثه شويه، انما يعني طالما يعني حدث هيبقى فيه فايده للانديه ويدخل دعم لاغلب الانديه الافريقيه ويطور الكوره، فانا انا انا مش ضدها يعني. انما هي انا اشوف ان هي فكره خبيثه شويه لتقسيم الفرق القاره لمستويات، فانه هيخلي خاصه انديه شمال افريقيا ان هي تصطدم ببعض ويخرجوا ويخلصوا على بعض، فدي الصعوبه فيها. بس مش ممكن البعض ينظر للمساله دي ان هي هتوفر شويه اعباء السفر والتنقلات الكتير والارهاق. ده مش الهدف الاساسي منها. انا الهدف الاساسي منها ان هو يخلي الفرق، خاصه لان في خلال السنوات اللي فاتت تشوف انديه شمال افريقيا وتحديدا مصر وتونس والمغرب والجزائر بيصطدموا بمنتخبات اقل شويه، فلما يخلي دول يصطدموا بعض يعني انا اشوف ان ده النقطه هيخلصوا على بعض بدري اكيد.